لو نفسك تعمل مشروع خاص بيك أو محتاج تشتري شقة أو تجيب عربية أو أي حاجة نفسك تعملها ومحتاجة مبلغ كبير وبتفكر تاخد قرض، احنا بقى في الفيديو ده هنحلها لك ونقولك ازاي تاخد قرض من أكبر 3 بنوك في السوق وهيدولك لحد 3 مليون جنيه وهتسددهم على مهلك خالص. القروض الشخصية من أهم الخدمات اللي بتقدمها البنوك واللي تعتبر فرصة مميزة لعملاء كتير يقدروا بمبلغ القرض الشخصي إنهم يفتحوا مشروع خاص بيهم أو يساعدهم على غلاء المعيشة. وخليني أقول لك في البداية إن أكبر 3 بنوك على مستوى القطاع المصرفي بتقدم قروض شخصية للعملاء بتوصل قيمتها ل 3 مليون جنيه، وده عشان تجذب العملاء ليها وكمان تساعدهم في الحصول على تمويل نقدي يقدروا بيه يعملوا مشروعهم الخاص أو يشتروا سلع معينة، وكل ده بإجراءات سهلة وبسيطة. من ضمن البنوك دي هو الاهلي ومصر والتجاري الدولي سي اي بي مصر، كل دول بيقدموا قروض شخصيه للعملاء للموظفين بضمان تحويل الراتب او قسط القرض، وكمان بتوفر نفس القروض لاصحاب المهن الحره بس بشرط يكون ليهم سجل تجاري وبطاقه ضريبيه. وطبعا اجراءات وتفاصيل القرض بتختلف من بنك للتاني زي سعر الفايده وفتره السداد وسن العميل، لكن تقريبا الاوراق والمستندات المطلوبه واحده، اهمها مثلا وجود شهاده باثبات الدخل معتمده من جهه العمل، وده علشان يتاكد البنك من قدرة العميل على سداد قسط القرض. والبداية عندنا من البنك الأهلي، وقيمة القرض بتوصل فيه ل 3 مليون جنيه كحد أقصى للموظفين و 2 مليون جنيه لأصحاب المهن الحرة، وفترة السداد بتوصل ل 12 سنة وبتتحدد على حسب سن العميل ونوع الوظيفة. أما سعر الفايدة على القرض تبدأ من 22.75% على أساس متناقص ل 24% سنويا حسب مدة القرض ونوع وظيفة العميل. والمصروفات الإدارية بسيطة جدا، وده لأن البنك بيخصم 2% من إجمالي قيمة القرض مرة واحدة. وفي شرط مهم جدا للحصول على القرض وهو ان سن العميل يكون من 21 سنة ل 60 سنة. وفي شرط مهم جدا وهو ان الدخل الشهري ما يقلش عن 1000 جنيه، ولكن طبعا كل ما زاد الدخل الشهري ارتفعت قيمة القرض. ونروح بقى لتاني اهم بنك في القطاع المصرفي وهو بنك مصر، وقيمة التمويل بتوصل فيه ل 3 مليون جنيه كحد اقصى للموظفين و 700000 جنيه لاصحاب المهن الحرة. فترة السداد بتوصل ل 15 سنة، وده بيكون على حسب سن العميل ونوع الوظيفة، وسعر الفايده بيكون 22.75% على اساس متناقص ل 24% سنوي، وده بيكون حسب مده القرض ونوع وظيفه العميل. والمصروفات الاداريه بتكون 2% من اجمالي قيمه القرض مره واحده، وسن العميل بيكون من 21 سنه ل 65 سنه. وطبعا شرط الدخل الشهري بيكون مهم جدا وما يقلش عن 1000 جنيه، وكل ما زاد كل ما قيمه القرض زادت. واخيرا قرض البنك التجاري الدولي سي اي بي، واللي بيوصل ل 3 مليون جنيه كحد اقصى فترة سداد لحد 8 سنين، والفايدة من 20.75% على أساس متناقص ل 22.25% سنويا حسب مدة القرض ونوع وظيفة العمل. أما المصروفات الإدارية فالبنك بيخصم 1.75% أو 2% من إجمالي قيمة القرض مرة واحدة حسب نوع وظيفة العميل، ولازم الدخل الشهري ما يقلش عن 3000 جنيه. قولينا رأيك في القروض الشخصية اللي بتقدمها لك البنوك.